السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم عمالقة الربح. طبعا يا جماعة كلنا بنواجه مشكلة، خصوصا الجماعة المبتدئين في اليوتيوب، مشكلة ال4000 ساعة. وإذا جاب ال4000 ساعة ما بيجيبش ال1000 مشترك، وإذا جاب ال1000 مشترك ما بيجيبش ال4000 ساعة. فالناس بيسألونا على حل سريع للموضوع ده، إزاي نجيب ال4000 ساعة وال1000 سبسكرايب. تمام، في الفيديو ده هعرفك طريقة مدفوعة تقدر من خلالها تفعل الربح في قناتك عادي 1000000% بدون أي مشاكل إن شاء الله. وكمان هعرفك ازاي تستغل دي لو مش عايزها لقناتك. طبعا بيع القنوات يا جماعة منتشر جدا الايام دول، فانت لو حضرتك انا ممكن تستفاد من الخدمة اللي هقدمها لك في الموقع اللي هشرحه لك ده. موقع بيقدم الخدمة التفعيل ال4000 ساعة وال1000 مشترك بيجيب لك ده وده بشكل شرعي 1000000% وبشكل بإذن الله مضمون. تمام، ممكن تستفاد ايه بهم تاني؟ ممكن تستفاد انك تبيع الحساب ده بالكامل لما تفعل قناة. اقل شيء لما تفعل قناة هتبيعها ب$200، $150. يعني هتقول ربح 100%، يعني الدولار اللي انت هتصرفه هتجيب $2. تعالوا كده نروح نشوف الفكرة اللي هوضحها لك. الفكرة كلها علينا كده، لكن قبل البداية ما تنساش لايك للفيديو وتسيب لنا اي سؤال او استفسار. لو كنت حابب تستفسر عن اي حاجة سيبها لنا اسفل في كومنت. بعد كده هنروح على جوجل ونكتب على موقع، نضغط نكتب هنا موقع زوار. طبعا اللي مش عارف موقع زوار هو موقع عربي عالمي. الموقع ده هو بيقدم خدمات مميزة زي خدمات الفيسبوك، زي الزوار للمواقع، زي خدمات فيسبوك، زي خدمات تويتر، زي خدمات انستجرام، تزويد متابعين، تزويد مشاهدات، تزويد لايكات. الكلام ده كله تقدر تجيبه من الموقع ده. الموقع ده اللي لفت انتباهي في الفترة الأخيرة، الراجل هنا بيقول لي عرض اليوتيوب أو عروض اليوتيوب. إيه عروض اليوتيوب ده؟ الراجل هنا عامل عرض أهو ب$99 فقط. العرض ده باقي عليه حوالي أسبوع وينتهي العرض ده. ستحصل على 1000 مشترك زائد 4000 ساعة مشاهدة فقط ب$99. العرض ده كان ب$170، دلوقتي ب$99. تمام، كل اللي عليك هنا الراجل اللي انا بقول لك هيحقق لك تحقيق شروط اليوتيوب، ايه اللي هي ال 1000 مشترك وال 4000 ساعة. تمام، هنا العرض اللي بعده ب$20 فقط، 1000 مشترك فقط هيجيب لك 1000 مشترك ب$20. ممكن تستغل العروض دي في اي حاجة، انك ممكن تعمل خدمات على مواقع تانية اجيب لك 1000 مشترك ب$40 وانت كده استفدت ب$20. تمام، هتيجي تشتري الخدمة من هنا وتروح انت وصيت هنا $24. ايه الخدمة دي؟ 1000 ساعة مشاهدة. تمام، هنا الخدمة دي ب$90 هيديك 4000 ساعة مشاهدة لليوتيوب. ايه الفرق ما بين الخدمة دي والخدمة دي؟ $99 اللي هي ال1000 مشترك وال4000 ساعة، اما $90 دي 4000 ساعة مشاهدة فقط. السعر الاساسي بتاع دي $130. تعالوا كده لو عايزين نقدم للخدمة دي وعايزين نشتروها هنضغط هنا على اطلب الان. بعد كده الراجل هنا هيقول لك تسجيل الدخول. انا طبعا عامل حساب في الموقع، فكل اللي علي هضغط هنا على تذكرني وهحل الكباتشا دي. ده من وسائل الامان الممتازه اللي في الموقع، اللي هو كل تسجيل دخول انت بتعمله بيبعت لك كود تحقيق لحسابك علشان يتاكد انك اللي فاتح الحساب ده بالفعل مش اي حد كده وخلاص. تمام كده احنا دخلنا اهوت. طبعا انا زي ما قلت لك مسجل التسجيل بسيط جدا، كل علينا وليكن انا عايز الخدمه دي، اطلب الخدمه الان. بعد كده زي ما انت شايف الراجل هنا بيقول لي رصيدك لا يكفي. هنا الرصيد الحالي صفر. هنا المهم اللي انا حابب اقوله لك، هنا لو معاك كوبون خصم بتضعه هنا، بعد كده بتضغط استخدم الكوبون. بعد كده الكوبون ده بتخصم قيمته من ال$99. بعد كده الراجل هنا بيقول لك اضافه الرابط اللي هو رابط القناه الخاصه بيك. بعد كده الراجل هنا بيقول لك تاريخ بدء الحمله كذا وهو هينتهي كذا تلقائي. بيقول لك عدد الايام 8 ايام وكذا. تمام، بيقول لك هنا ملاحظات. هنا الراجل هنا بيقول لك تفاصيل الحمله او اللي طالبه منك، يجب ان تحتوي القناه على فيديو مدته بين الساعتين الى 3 ساعات. يعني لازم يكون عندك فيديو واحد على القناة، يجب أن تحتوي القناة لو فيديو واحد بس الفيديو ده مدته بين الساعتين إلى 3 ساعات.
بعد كده هنضغط على كلمة ادفع الآن. بس ازاي تضيف الرصيد الخاص بيك؟ كل عليك تروح على كلمة حسابي، بعد كده شحن الرصيد، بعد كده هتروح هنا الراجل هنا هيقول لك اختار طريقة الدفع المناسبة لك. ممكن هنا تشحن حسابك بالكاشيو والويسترن يونيون وبنك الراجحي وباي بال وفودافون كاش والبكوين والبنوك دي كلها. بعدها بأقل من 24 ساعة بيظهر الرصيد بتاعك في المعاملات المالية هنا، وبتروح تشتري الخدمة وبيظهر رصيدك هنا فوق. تمام، وبكده نكون انتهينا من الفيديو ده، واتمنى ان الفيديو ده يكون افادكم وان شاء الله هيفيد بعض الناس. ممكن تستغله زي ما قلت لك، تروح تعمل حساب في خمسات وتروح تعمل خدمة وتقدم الخدمة، والخدمة هنا ب$20 تروح تعملها انت الخمسات ب$40 وتستفاد بالفرق. وممكن تعمل حسابات او قنوات يوتيوب، وكمان تبيع القنوات دي. انت اشتريت او فعلت الخدمة ب$99 او ب$100، تبيع القناة بتاعتك اللي انت فعلتها ب$100 وتشتغل وهكذا. وبكده نكون انتهينا من الفيديو ده، وفي النهاية اشوفكم ان شاء الله في اي فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله.